إشكال في شارع مار الياس في بيروت، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل حسين خريس. حسين، ما تفاصيل هذا الإشكال وكيف يبدو الوضع الآن في المنطقة؟ الوضع الآن في شارع مار الياس في منطقة في العاصمة بيروت هو هادئ، ولكن مع وجود لدوريات مشاة لعدد الجيش اللبناني بعد أن حصل إشكال عند الساعة 7 من مساء هذا اليوم. وفي تفاصيل هذا الإشكال أن حاجز محبة كانت تقيمه الجماعة الإسلامية في شارع مار الياس، وذلك بسبب مناسبة مولد النبي محمد في هذا الشارع الموازي لمنطقة حي اللجة. هناك مناصرون طبعا لحركة أمل بطبيعة الحال، ولكن أحد المرة عندما مر من قرب هذا الحاجز قام بإزالة علم الجماعة الإسلامية. نعم حسين. من دون قصد بحسب رواية حركة أمل. هذا الأمر أدى إلى إشكال وتضارب بالأيدي، أسفر هذا الإشكال عن جرح اثنين هما تابعان للجماعة الإسلامية، أحدهما في مستشفى تراد والآخر في مستشفى الجامعة الأمريكية. أما الآن فالحال هادئة والتنظيمان هما على اتصال متواصل لحل هذا الإشكال. شكرا لك زميل حسين خريس.